الحكومة الفرنسية تعقد اليوم اجتماعا لمناقشة هذا القانون المثير للجدل. ما المتوقع من هذا الاجتماع وما تم الإعلان عنه سيتم العمل عليه؟ نعم، في الحقيقة بعد دقائق من الآن سيجري أول لقاء يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا العام بالحكومة الفرنسية في قصر الإليزي. سيتم إطلاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قبل رئيسة الحكومة على آخر المشاورات التي جرت بينها وبين رؤساء النقابات التي بالفعل بدأت يوم أمس وتستمر اليوم أيضا، حيث ستستكمل بعد لقائها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. طبعا قانون أو إصلاح نظام التقاعد هو حجر الزاوية لسياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولايته الثانية. طبعا يأتي هو استكمال أيضا لإصلاحات النظام التقاعد التي سنتها الرئاسات السابقة من اليمين واليسار خلال العقود الأخيرة. طبعا النقابات ورؤساء النقابات التي التقت بهم إليزابيث بورن كانوا قد رفضوا هذا القانون أو هذا الإصلاح، وكانوا قد دعوا إلى بأنهم سينزلون إلى الشوارع في 21 من الشهر الجاري. طبعا خطة ماكرون ستعرض في 10 من هذا الشهر، سيتم مناقشتها مع مجلس الوزراء في 23 من الشهر الجاري قبل أن تعرض وتناقش في الجمعية الوطنية في مطلع شهر فبراير شباط القادم. طبعا حكومة إليزابيث بورن تسرع الخطى لكسب مزيد من الأصوات داخل الجمعية الوطنية لتمرير مشروع هذا القانون. طبعا سيكون هنالك اتصال بينها وبين رئيس حزب الجمهوريين، أيضا سيكون هنالك نقاشات مع باقي الأحزاب لكسب مزيد من الأصوات ضمن الجمعية الوطنية. طبعا بالنسبة للمعارضين لهذا القانون ومن بينهم جون لوك ميلونشون زعيم حزب فرنسا الأبية، قال عبر التويتر أمس بأنه سينزل إلى الشوارع في 21 من الشهر الجاري وسنقف خلف النقابات التي ترفض هذا القانون. طبعا أيضا رؤساء النقابات سيجتمعون في 10 من الشهر الجاري ليحددوا تاريخ نزولهم إلى الشوارع والتظاهر ضد هذا القانون الذي يرفضوه جملة وتفصيلا، خصوصا حتى وإن أبدت الحكومة بعض المرونة نوعا ما في رفع سن التقاعد، حيث قالت بأنه ليس شرطا أو ليس مقدسا أن يكون 65 عاما، من الممكن أن يكون 64، لكن بالنسبة للنقابات ورؤساء النقابات العمالية فإنهم يرفضون هذا المقترح. بانتظار ما ستتكشف عنه الخطة اليوم أو النقاشات التي ستجري بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومجلس الوزراء، وبانتظار أيضا الخطة التي ستتكشف في 10 من الشهر الجاري.